ايه علاقتك باحمد مرتضى؟ لا خالص، ما لناش علاقه ببعض خالص، ولا خصومه ولا تصالح ولا اي حاجه. لا لا لا، كان في كده شد وجذب في فتره الانتخابات. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله مع اي حد. يعني انا بالنسبه لي انا كان معايا دي المشكله. انا مع انا والله يا استاذ محمد، انا ما عنديش مشكله مع اي شخص داخل نادي الزمالك او خارج نادي الزمالك. يعني اعتقد ان احمد مرتضى لو ما كانش موجود كانت الامور هتصير بشكل افضل من كده. لو ما كانش موجود فين؟ في الانتخابات وحضرتك نجحت عادي، ما كانش هيبقى في اي مشاكل. اكيد اكيد ممكن تبقى الموضوع موضوع هم واخدينها بطريقه شخصيه، فده شيء يرجع لهم. بس في حاجه اسمها انتخابات، في حاجه اسمها قرار جمعيه عموميه، في حاجه اسمها احترام قرار الجمعيه العموميه اللي انت منها. يعني انا ما ينفعش ابقى من الجمعيه العموميه دي وفي الاخر انا بضهد حقها. انا مش معترف باللي هي بتقوله،